من أرض قاحلة. الأرض هذه المعلم ديال البيع ما ديالش، يعني ما لا طير يطير ولا وحش يسير. إلى جنة في الأرض، وأحد أفضل الدول من ناحية البنية التحتية والرفاهية في العيش. أشنو السبب صعود المفاجئ اللي خلى الغرب يحاربها ويحاول يفشلها، وعلاش ما نوليوش بحال قطر؟ هذا الشيء كامل في هذه الحلقة. قبل ما نتكلم على قطر ونهضتها التنموية، سمعت بزاف على أن سبب نهضتها هو مداخل النفط والغاز اللي عندها طبعا، لكن بالمقابل حتى واحد ما قال ليناش علاش الجزائر ما تولي بحال قطر وهي عندها نفس المداخل أو أكثر. كيفاش؟ طبعا معلومة صادمة بالنسبة لكم. سنة 2021 حقت قطر في أرباح النفط والغاز 32 مليار دولار، بينما الجزائر وصلت أرباحها ل 34 مليار دولار. يعني أن الجزائر كتدخل أرباح أكثر من قطر، والسؤال المطروح فين مشاو فلوس المواطنين الجزائريين، وعلاش ما تكونش الجزائر بحال قطر في البنية التحتية والرفاهية. يمكن البعض يسولنا علاش ما نقارنوا حتى بالمغرب. طبعا المغرب ما عنده لا نفط ولا غاز، ولكن هذا ما لا يمنع ما أننا كنتقدوا الحكومة وكنتقدوا السياسة وغادي نستمروا في هذا الانتقاد. هذا الفرق طبعا بين قطر والجزائر وغيرها من الدول اللي عندها أرباح خيالية من النفط والغاز، هو أن القطريين عندهم الإرادة والقرار السياسي اللي خلاهم يشوفوا نفسهم افضل من اوروبا والغرب كامل، وهذا الشيء اللي وصلهم لهذه الطفره التنمويه وخلى الدول الغربيه تحاربهم وتحاول تلفق لهم التهم. لا لشيء سوى ان الغرب ما باغيش يشوف شي حد احسن منه، باغي دائما يشوفنا دول كتعاني من الفساد والرشوه وسوء التسيير وغيرها من المظاهر الاجتماعيه اللي تخلينا دائما في ادنى السلم الاجتماعي. سؤال اخر المطروح، علاش الغرب مازال مستمر في حمله تشويه قطر رغم انها حققت الوعود اللي اعطاتها قبل 12 سنه؟ الجواب طبعا هو ان قطر تعتز بالاسلام والمسلمين لدرجه انك الا كنتي ماشي في قطر في كل حي غادي تشوف احاديث وآيات قرآنية كتعرف بالدين الإسلامي والتسامح ديالو. هذا الشيء طبعا كيزعج الغرب لأنه كيخلي الإسلام ينتشر بسرعة في العالم. ختاما، قطر حققت المعجزة، وإحنا ماشي أسوأ من قطر، إحنا اللي خاصنا هو إرادة سياسية ورجال وطني كيبغوا هذه البلاد وكيخافوا عليها أو ما كيشوفوش فيها خزان يربحوا منه في الأزمات وخارج الأزمات. اليوم اللي بغينا نقوله على انه هاد البلاد والله الا زوينه، اللي خاصه هو رجال الدوله اكفاء، اللي خاصه هو على انه نتعلموا نصمتوا لبعضياتنا، ونتعلموا ايضا نصبروا على بعضياتنا، ونتعلموا نديروا هذه البلاد في قلوبنا ماشي في بنوكنا، ونتعلموا ايضا ما نتعاملوش مع هذه البلاد كقاعه ترانزيت. هذه البلاد تستحق الافضل، هذه البلاد فيها جميع المميزات، خاصه كنقولها وكناكدها، خاصنا نسموا الاشياء بمسمياتها. كاين عندنا فساد، كاين عندنا سوء تسيير، كاين عندنا بزاف من مظاهر الاختلال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي خاصنا نصحوها، كاين عندنا الريع، كاين عندنا بزاف ديال الحوايج. الا بغينا نكونوا احسن من قطر، ولا بغينا نكونوا ايضا في مصاف الدول العالميه، خاصنا ننقوا دارنا وننقوا البيت الداخلي، وهذه مسؤوليتنا كامله، مسؤوليه الاحزاب السياسيه، مسؤوليه الحكومه، مسؤوليه المجتمع المدني، مسؤوليه النقابات، مسؤوليه الجميع. واليوم خاصنا نخاطوا فيها الا بغينا ملي نتقدموا، والا ما بغينا راه غادي نتموا محلك سر، وغادي نتموا دائما نحن في الدرجه للاسف الشديد الاخيره في كل، حتى في التنميه البشريه وفي غيرها. اليوم هاتي خصنا ننظروا للمستقبل بعيون اخرى، ونحطوا المغرب في القلب ماشي في الجيب ماشي في البنك.